جال ديال اللايف الناس اللي غيبغيو اللايف كتبوا اب كتبوا شي واحد اللي سيريوس اي واحد يقدر يدوي سو اللي غيتسلو يكتبوا اب باش نعرفكم ومن بعد لفوا اللايف باش يشوف حيت اللايف هذا ما غنخليهش غالبا ما غيفوتش استماعنا ما بغيتش ندير فيديو صراحه ما بغيتش ندير فيديو فهمتي ما كاينش نقدر ندير الفيديو بحال كلشي اون فوا ما مشاف البلان يبقى يدير الفيديو علاش باش يتشهر وباش يجيب لي فيو لا ماشي هذا هو البلان ماشي هادشي اللي دايرين في يوتيوب ماشي باش تجيبوا لي فيو باش تربحوا فلوس ماشي اي فضيحه في راسو اي بلان صراحه تمشي دير عليه فيديو هنا علاش بني انك يتصفر عليك وتصفر على الببليك هادشي راه ماشي صحيح فهمتني انا اللايف هذا يبدو اكبر عدد ممكن الناس اللي كيبارطاجيو بارطاجيو هاد اللايف هذا او ماكسيموم ديروا واحد جيم باش يطلع لنا الاخرين نتمنى انكم كلكم ديروا واحد جيم جيم اللايف باش يطلع الله لنا الاخرين ونبداو الموضوع ديالنا الطريقه اللي بالشكل يلا نصور اللايف هذا نصور 100 جيم 100 جيم 100 جيم 150 جيم 100 جيم غنهضر هضره على الموضوع يلاه اخو كاع اللي كيتفرجوا يديروا جيم يلا يلا الاخوان 323 واحد نتمنى انكم كلكم ديروا نتمنى انكم كلكم ديروا جيم ويلي اب ولي اب الاخوان جيم 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 150 جيم غنبدا الهضره 150 جيم يلا يلا بينوا ليا اللي شي تسلو تسلو بدا واللي باقي ما بداش التسجيل ديال اللايف اللي بدا التسجيل ديالو حيت ما يبقاش غيتحيد وغاتبان فيه شي هضره اللي في السكن المهم عم دابا الاخوان البلان اللي زراو البارح ديال جوج تائحات ما نذكرش الجنسيه ديالهم ما في لقب الجنسيه ديالهم ما في لقب الاسمي ديالهم او جوج تائحات بنات جاو لمراكش باش يمارسوا الهويه ديالهم الهويه تاع التلق وجاو باش يطلقوا الجبل ديال توفقال او درياس كيمارسوا الهويه ديالهم عبر العالم وحدو بالضبط المغرب حيت المغرب معروف انه فيه شعب اللي خالوق فيه الناس اللي كيحبوا الخير الناس الاخرين مغاربة نيتو انهم اجتماعيين تيبغوا الخير الله والله يسر انه تلاقاو مع واحد الجماعة اللي كتكون ثلاثة ديال الناس والجماعة هادي اختطبوهم عمر ما اختطبوهم قتلوهم يو نو بس وصلوا بيه لدرجة انك تختار جوج دريات تختارهم يعني انت راه فكي هنا واحد الحدود ديالك انت كانسان ما خاصش تغلب عليك الغريزة ديالك حيت انت انسان شكون اللي كتغلب عليهم الغريزة ديالهم فقط الحيوانات فهمتي بس انك تختار الدرية كتسمى انت حيوان يعني تي الحدود ديالك وتغلبات عليك الغريزة ديالك والكبس اللي فيك تغلب عليك انك تمشي تفضلك الدرية امور عادي لا يعني تموت كذا اللي كيخاف منه تي تفضل كله انه ما تقدرش تشوف على انسان المشكلة ديال شي كيجي من الاول انه ما عندناش ثقافة جنسية في المغرب ما عندناش ثقافة جنسية في المغرب داك الشيء كيتولد الكبس عند الناس يلاه بداو تيكبروا يلاه جاتهم سن المراهقة 20 عام 21 عام 30 عام تلقى مكبوت جنسيا عنده واحد الكبس كبير لانه يقدر يمارس الجنس ديالو مع اي حيوان يعني داك الكبس هو اللي خلى انهم ثلاثه يمشيو خسروا دوك جوج دريات والاخر انهم يذبحوهم وكما كنقولوا فوق ما تيجيش شي واحد تيدوي على الكبش ولا تيدوي على اي حاجه كتعلق بالجنس لا حشومة ما خاصكش توي لا داك الشيء حرام تيتصور با كيفاش درتيش انا با لا شنو خاصني ندير شنو ما خاصنيش ندير تيقول لا انت حمار انت ما خاصكش تبقى تسول هاد الاسئلة هادو وخاصك شنو خاصك شنو ما مربيش وما متقفيش الثقافة الجنسية قبل ما ندخلو في داك الشيء ديال لا الا بغينا نتغلبو على الكبش شنو خاصنا نديرو لا بغينا كذا لا بغينا كذا داك الشيء راه معروف باش تسكين بلي الكبش خاصك دير عادة سرية ولا تيقول لك الاسلام لا حرام راه حنا واش حرام ولكن ممكن لك انك تبقى مخلي داك الكبش عندك من داخل وتتفرغ في الانسان اما احسن انك تمارس العاده السريه ولا انك تمشي تخطط واحد الدري اللي ما دارتك حتى شي حاجه ما عندك بين حتى شي صله موصلاتك مضرباتك ما دارتك حتى لعبه وتمشي انت تخططها باش تفرغ داك الكبش اللي فيك يو نو
ماشي معقول بميت يعني شو هاد دوك المسلمين ماشي مثلا عايش على الاسلام انا راه مسلم يبدا ما يجي عندي شو هاد يقول لي لا انت كتتحرمنا على باش نمشيو نديرو العاده السريه ولا دابا تخيل معايا تخيل معايا دابا انت عارف راسك كوتش والكبس هو حاجة 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 الضحك نعم عرفنا عرفنا يا بشيء هذا الطنبوس المشكلة أنا المغرب خايب ولا بما أنه لا الناس دي ما غاديش القدام ولا الناس دي ولا خايبين ولكن كاين بعض العناصر اللي تأثروا على المغرب كله والعناصر غير ما نذكرهم وزيد على أنه الكبش هذا كيتولد حتى من الناس اللي كيشاهدوا المواقع الإباحية اللي كيشاهدوا الأفلام الإباحية وكيشاهدوا التخرخ كله كيتولد عندهم واحد الكبش في الداخل ديالهم كيتحكم فيهم حنا ما بغيناش أنه ذاك الكبش يتحكم فيهم بغينا حنا نتحكموا في التاب ديالنا ماشي الغرائز اللي تتحكم فيها you know so الله اللي بغيت نقول أنه ما خاصكمش تتحكموا ما خاص التاب ديالكم ولا ما خاص الغرائز ديالكم تتحكم فيكم كثر ما نتوما تتحكموا باش ما نوصلوش لهاد الشيء اللي زرت هو الفضيحة هادي اللي زرت باش غنقيتو عليها العالم كله وغتستقبلها وغتستقبل المغرب وغتستقبل الناس ديال المغرب وغتستقبل أكثر بالإسلام لحد أنه الناس بداو تيجيو تيسبو الإسلام وتيسبو الناس المسلمين تيقول لهم إسلام إيكال أنيمال يو نو ردوا أن كل واحد مسلم يساوي حيوان يعني داك الشخص ولا دوك ثلاثة الأشخاص اللي حاملين الجنسية المغربية ومسلمين وباللحية يعني تيقول لك شوف علاش تيبلحية خاف منه هرب منه ما تبقاش هكا باللحية هما اللي يديروا هادشي داك اللي كتسنى اللي كتسنى الصفة اللي كتسنى باروك تدخل للزمن بطلق شوية بنادم ما عرفناش واش من زين خلي إرهابية واش ما عرفتش منين زين ما فهمتش أنا واحد الله كتوصل ديك الحد لأنك تمشي تغطاف بالدرية عشي وا انت كبس مع شنو لا خويا قضي حاسك سيدي العادة الدرية ولا شنو دير ما تمشي تتعدى على الدرية ما دازلك تشي حاجة ما عندك بها تشي علاقة ماشي من جنسية ماشي من بينك ماشي من بلاد ما كتدوي بحالك ما كدير لك حتى حاجة زي بغا تمار بغي غال على السياحة يعني دابا الناس السياحة بأخر السياحة اللي غيشوفوا أصلا هذا اللي وقع غيبقاو يخافوا يجيو المغرب يقولك لا ما مشيش انا المغرب واش انا مشيت للسائح عاد قلت لهم واش انا طمعي معتين عليهم ها واحد وقاتلينهم ماشي قتلات الهوينا يجي لهم زعما القطاط لا شي فيها موسيقي ذابحه عجوز يعني السياح كلهم يبقاو يخافوا ويقول لا ما نجيبش المغرب الاقتصاد ديال المغرب اوتوماتيكمون غيطيح لا انا نقولوا ملي كيجيبوا المغرب الاقتصاد ديالهم حيت الاقتصاد ديالهم 100% جاي من السياحه يعني حنا عايشين بفلوس ديال السياحه بلا ما نكتبو يعني دوك الثروة اللي تيدخلو عندنا من عند السياح تاع حد اللي كيزورو المغرب حيت فيه مثلا معارك يا في الجبال في الصحراء تيحيدهم داك الشيء تيجيو تيبغيو يعيشو ديك الحياة البسيطة اللي كاين في المغرب وتيخلطو داك الشيء تيخلطو البرونفوس لا كدا 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 باش الاقتصاد ديال المغرب تيزيد القدام ولكن بحال الاخوان هادو تيخليو على المغرب تحت واحد تحت ما يجيش لي قدام فهمتي مشكلة باش نلقى شي اخواتي يضحكونا فهمتي عيسى تضحكوني
شي حاجه زعما اللي ماشي معقول، شي حاجه اللي مشكل، ما كاينش شي حاجه غريبه. قلت واش لو كاين انه 80% ديال الشباب مغاربه ولا ماشي، ولا نقول 80% ما خصنا نعمموش، ولكن 80% ديال حالات الاغتصاب 90% تبديلهم هو الكبش. والمشكل انه اغلبيه اللي مكبوتين تيقول لي صح، انا شنو غندير؟ انا ما نمشيش ندير العدد السريه، علاش؟ العدد الثاني حرام، لا حرام، والاغتصاب حلال، الاغتصاب حلال، لا الاغتصاب حلال، حلال. قال عليك تمشي تصرف الرياضة وتفتح عليها وتاخذ عليها شرفها.